احباب صباح الخيرات، صباح النور حباباتي اللي في القناه تاع الحناني والقلب الهاني في دي كوزميتيك. مهمتا ما حطيت شي فيديو، كما شفتوا كنت مشيت للمغرب. المهم كاينين شي بنات متبعيني في هذه القناه وفي القناه الرسميه تاع في دي فرانس، وحطيت لكم في المنتدى على اساس انني سافرت المغرب ودرت العمليه تاع الشفط وشد البطن ونقص من الذراع، نقص من الذراع وسميتو دوبل مونط. المهم الفيديوهات كلهم صندوق الوصف للاستفاده. هاو حبيبي معايا، وليدي حبيبي معايا. المهم في هذا الفيديو غنشارك معكم روتين رمضاني. المهم هاد الايامات انا اصلا من بعد العمليه اللي درتها حاسه براسي بقى عيانه. كاينين شي نهارات الحمد لله تنحس براسي شويه، وكاينين شي نهارات ما نكذبش عليكم تنحس براسي بانني سميتو عيانه، يعني عندي واحد لافاتيك مؤخرا. المهم راني خايده موعد عند الطبيب، عند الدكتور تاعي، هنمشي يشوفني على اساس انني فريمون فريمون ما نكذبش عليكم. يعني كاينه المصداقيه من درت العمليه دابا شهرين وشي حاجه وحاسه براسي عيانه. واصلا هاد العمليه اللي درتها ماشي سهله، انا ما تنشجع حتى شي وحده كما قلت في الفيديوهات عندي، ما تنشجع حتى شي وحده، ولكن عمليه تتبغي الراحه. المهم نط على اساس انني بغيت نطلع شويه في وجهي. رمضان بالصحه والسلامه وبالرزيق وبكل ما تمنيتو، المغفره والصلاه والصيام والزكاه، ولكن ضروري اليوم نطلع شويه في وجهي لان كنحس براسي عيانه. المهم وحبيبي وليدي راه معايا، غندير واحد القماش. هاد القماش تاع اغيكس البنات، تاع اغيكس واحد لا مارك سميتو نورفيجيه، تاع النرويج، تاع النرويج ولا تاع الايرلند، ايرلند وقيله ايرلند. المهم ما علينا، ندير قماج في حبيبات كيما تشوفوا زوين زوين، حيت انا لابوغ دي ناشفه ما تنديرش اي قماج لوجهي، يعني تنختار سميتو مقشر يكون حنين حنين على الوجهيه تاعي. المهم هندير غير وجهي، ما هنديرش العنق كما مولفين انني دائما تندير الوجه وتندير العنق، ولكن دابا هندير غير وجهي على اساس ان من هيبغي من هينعس ليا ولدي يدير لاسيست هندخل هندوش هنفرك راسي شي فركه زينه. ضروري ندوش مزيان على اساس انني تنداوي الجرحه تاع السيكاتريس تاع العمليه، تنداويها تنديزانفيكتيها تندير لها لي كريم سيكاتريزونت. المهم هادشي كله اللي هضرت عليه هنايا راه تلقاو ان شاء الله في القناه عندي الرسميه، راه تنحطها لكم في المنتدى، تنحط فيديوهات بشويه بشويه على تجربتي بالنسبه لهادشي تاع عمليه التجميل. المهم نخليه شي شويه لانه اصلا هو مقشر وفي نفس الوقت ماسك، نخليه شويه ونغسل وجهي ونجي نكمل معكم احباباتي. توحشتكم توحشتكم وتدوم المحبه، وتوحشتكم من قلبي انا عزيز عليا هذه القناه تاع الحناني والقلب الهاني. المهم هذا الفيديو روتين تاع الوجه وتاع الطالية، والروتين كما تنقولوا سميتو في رمضان تكون ديما مختلف لاننا تنكونوا عيانين، ما تنعسوش بكري، يعني سميتو الجسم تيتبدل شي شويه. المهم نخلي شي شويه في وجهي ورجع نكمل معكم. الحباب مسحت وجهي، ها هو خليته ينشف مزيان وقوميت مره اخرى وغسلته بالماء دافي. دابا هندير واحد الماسك عزيز عليا وزين للوجه، المورينغا. المورينغا اللي تنستعملها لشعري، اللي تنستعملها لشعري مع الحناني والقلب الهاني، تنستعملها حتى لوجهي. هنايا درت شويه تاع المورينغا ودرت الماء تاع الورد، المورينغا والماء تاع الورد، حتى شي حاجه ما صعيبه. وهنخلط وهنديرها لوجهي وهنخليها واحد 20 دقيقه، غنخليها 20 دقيقه مزيان باش يشبع منها الوجه، لان وجهي سميتو تيبان عيان، تيبان سميتو تنبان عيانه
وكثر ين مع رمضان وراكم عارفين والصهير مع ولديتي خرج في السنينات ما نعاودش ليكم. المهم محتاجه انا لهاد الماسك تاع المورينغا غنديرو ونرجع. البنات هاد النوع تاع الماسكات صراحه لله تنفعوني انا تنفعوني سورتو هاد تاع المورينغا كما قلت لكم سميتو زوين للشعر. هاد البودره البودره تاع المورينغا مزيانه للشعر ومزيانه للوجه وراه كاين حتى الزيت تاع المورينغا، ولكن انا ما نكذبش عليكم تنفضل البودره. هاد البودره نخدم بها اما ديريها مع الماء الورد ولا ديريها مع صفر تاع بيضه ولا ديريها غير مع شويه تاع الماء لوجهك ولا ديريها مع شويه تاع الجليسيرين فيجيتال. المهم انا عندي الغراض سميتو كما قلت ندير شي حاجه سهله ماهله ما صعيباش ونتهلا في وجهي. اما اللي بغيتو تهلاو فريمون في وجهكم ديروا معاها شويه تاع الجليسيرين فيجيتال هاد المورينغا، شويه تاع الجليسيرين فيجيتال وشويه تاع الماء ورد تجي فنه. الحباب البنات كملت. المهم غنخلي في وجهي تقريبا واحد 20 دقيقه 20 دقيقه ونرجع ان شاء الله نوريكم النتيجه. في واحد الريحه زوينه، الريحه تاع المورينغا زوينه بحال اللي تشمي ريحه واحد الورد، واحد الورده ما عرفتش سميتها وستوليب، ومع الريحه تاع الماء تاع الورد تيخرج واحد الريحه فنه حباباتي. وهذا الشيء اللي بقى غنديروا الايديا شي شويه ما نضيع حتى حاجه. اصلا ما بقاتش شي حاجه، المهم ما بقاتش شي حاجه غير الحاجه اللي بغيت نقولها قبل ما ننساها، راه بصيتعتكم ديروا المورينغا تحت الهالات السوداء لان فريمون تترطب تحت العينين بواحد الطريقه مزيانه. البنات غنغسلوا دابا الله يجعل البركه. شوفوا راني نشف تقريبا مزيان، بقات غير هاد لابارتي ولكن ضروري نغسلوا الله يجعل البركه ونرجع نكمل معاكم. عرفتي واحد الريحه رقلتها غنبقى نعاودها. سيري غسلي وجهك، سيري غسلي وجهك، مشي غسل وجهي حباباتي. هاني غسلتو. مهم تيجي شويه صعيب من تتبغي تغسليه مع تينشف مزيان بحال الطين، من تينشف مزيان على الوجه تيجي شويه صعيب. المهم دابا هنرش الماء تاع الورد لوجهي. الله واحد الانتعاش، واحد الانتعاش، يا سلام. ونخليه شويه ينشف وندير لا كريم وعمت عمت لا كريم وجدت لا كريم وانتي سيرن وهنطلي هندهن مزيان لان وجهي ناشف بزاف وخاصني نرجع نتهلا فيه لان من تنكون عيانه كل شيء تيبان ليا في وجهي، كل شيء تيبان ليا في وجهي. نخلي نشف شي شويه ولا نطابوطي عليه، نخلي نشف شويه ولا نطابوطي على عليه بالفوطه يضربوا شويه البرد. كما شفتو جمعت شعري دابا هندير السيروم. انتوما المهم ماشي مشكل، هادشي تيوقع في احسن العائلات ماشي مشكل. السيروم ها هو البنات تاع اريكس تا هو هذا انتي تاش تاش برون لي ريد لي بزاف. المهم كونسونطري مزيان هذا تنجبدو كما تنقولو
نتا نعرف راسي بان وجهي ولا حالته بزاف. فوالا المهم راه دغيا دغيا تينشف هاد السيروم، دغيا تينشف. دابا هندير لا كريم، ها هي اونتي سيغن، ها هي فوالا. هنخليها هنسرحها غير شي شوي بحال هكذا، وهنخليها تشرب بوحدها، باقي ما هنإيطاليهاش، هنخليها بحال هكذا كوشه كبيره. وهندير هاد لاكريم تاع اريكس هنايا، وهنستغل الفرصه وهنجبد شويه، لان الدوبل مونطون كما شرحت في الفيديوهات بقى عندي فيه ترهل، قال لي الدكتور سيري زين من بعد نشوفوا الترهل، لان اصلا كان قالها ليا ايوا انا راه ما تصنتش الهضره، قال لي راه خاصنا نحيدوا الترهل نشفطوا ونجبدوا ونديروا الشد. وقلت ليه لا انا بغيت غير تحيد لي غير لاغريس، ومن حيت لاغريس المهم ما بقاش باين بزاف. نحاول نحط لكم هنايا شي تصويره، ونحط لكم الفيديو، نحط لكم الفيديو تحت وشوفوه. المهم ها هنا، ودابا هذه راه جبتها من الثلاجة دايما عندي في الثلاجة. البنات حباباتي هادي هادي الصغيرة راه تندوزها تحت العين بشوية 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 بشوية، لأن تحت العين فخاجيل، وكما شتو أنا راه عندي الهالات سوداء وراثيين، راه غير تنخفف منهم بلي ماسكو وبالكريم، أما راه ما يحيدوش. أنا الهالات السوداء راه عندي وراثيين، راه كما قال الدكتور راه شي حوايج ما تكونوا وراثيين تتقدي تخفي منهم، ولكن راه ما يقدوش يمشوا صراحة لله. الحمد لله الحمد لله. وكما شفتوا تندير ماساج وهادي، وتنجب تنطلع شي شويه تنطلع، وتندخل لا كريم الوجه مزيان، وتبارك الله ولدي ليام وانا تندير في المونتاج، تبارك الله حتى هو باغي يشد التليفون، حتى هو داير الحس. الله يخلي لكم وليداتكم، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى، والله ييسر لكل واحد، والانسان هو اللي يتهلا فراسو بالقليل او بالكثير. المهم انا كما تنقول لكم ديما عزيز عليا، عزيز عليا نشوف راسي زوينه، عزيز عليا نشوف راسي زوينه بلا ماكياج، وعزيز عليا ندهن دهن 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 دهن، وعزيز عليا هادشي حبيباتي. قولوا لي البنات في التعليق واش عزيز عليكم حتى نتوما الكريمات، وعزيز عليكم تدهنوا في وجهكم. المهم الله يجعل البركة، الله يجعل البركة، هادشي فيه خير وبركة. ما هندير لا مكياج، ما تندير حتى شي حاجة. فمي اللي كان عليا سميتو الشفايف، لأنني صايمة ما نقدش ندير ليهم قوماج، خفت لي يدخل ليا الماء. المهم ماشي مشكل، تندير مورا الفطور غدا من يكون عندي شوية الوقت راني نتهلا فيهم. ولكن الله يجعل البركة. نتمنى أن هذا الفيديو عجبكم، خلوا لي في التعليق واش تتهلاو في راسكم كي دوزتوا رمضان، كي غاديين مع رمضان. وواحد الحاجة، واحد الحاجة بغيت نقول لكم، المهم ربي تنسبغ شي شيبات، شي شيبات خرجوا ليا، مابغيتش يتسبغوا ليا، سبقتهم المرة اللي فات وجاو صعاب، ما خاصني ندير لهم واحد التخليطة بوحدها باش يتسبغوا ليا. خليت لكم الصحة والسلامة، وتهلاو ليا في راسكم، واللي توحشني يخليها ليا في التعاليق.